والله بالجميع، كيفكم طيبين؟ رجعت لكم فيديو جديد. قبل فترة دخلت واحدة من المحلات الكبيرة، محلات العطور والعود من العربية، بغض النظر عن الأسلوب الغير جيد من الموظف، نظراته من فوق لتحت. سألتهم عن البخور الذكي، استغربت انه ما عرفه، فقلت هل معقولة في ناس كثير ما تعرفه؟ ما دام شركة زي هذه لها سنين ومراكزهم في كل مكان ما يعرفه، فقلت خليني اسوي فيديو. طبعا ايش اول ما يجي في بالكم لما نقول البخور الذكي؟ انا توقعت انه يكون شيء الكتروني، ولكنه طلع غير كده. فخلينا نشوف ايش البدائل السريعه للبخور. مثلا جايكم ضيوف على غفله، تبغوا تغيروا ريحه المكان بشكل اسرع وشكل قوي، فخلينا نمر على كذا خيار موجود عندنا. بدايه في الحل اللي هو زي المبخره بس نشبك في الفيش، ما هو كثير مره فعال، يعني جيد بس مو مره. وفي الانواع العاديه اللي هو الفحم وفوق البخور، وفي اشياء زي كده تكون شغاله طول اليوم في البيت، يعني عشان البيت يقعد ريحته جميله طول الوقت. برضو من الانواع اللي عندنا اللي هي هذه، امن للاطفال، ونستعملها كثير في اليوغا، وشكلها جميل وبرضو تبوث ريحه بشكل قوي. لكن اليوم بنشوف ايش هو البخور الذكي، مكون من ايش، بنسوي له زي فتح الصندوق ونسوي له تجربه. يلا نروح. زي ما شفتوا هذه هي الأنواع الجيدة، وتعتبر بسعر اقتصادي بغيرها من الأبخرة. طبعا في أبخرة تقليدية ما نقدر نستغنى عنها، نستعملها من وإحنا صغار، في أبخرة تتسوى بطريقة يدوية شعبية برضو متعودين على ريحتها من إحنا صغار، فتكون لها نكهة خاصة. ولكن هذه بعض الحلول، إن شاء الله تستفيدوا منها وتستفيدوا من الفيديو ككل. كان معاكم باسم، شوفكم فيديو تاني إن شاء الله، والسلام عليكم. الدنيا كلها بخور صارت.